يسعد صباحكم مشاهدي ومستمعي ومتابعي مسك الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج معكم في رمضان. حلقتنا لليوم بتهم كل الصائمين بدون استثناء، صغار كبار. رح نحكي عن مشكله رائحه الفم الكريهه يلي بتحصل للبعض اثناء الصيام، شو هي اسبابها وكيف فينا نتخلص منها. كمان اكيد رح نناقش الطرق المثلى للعنايه بنظافه وصحه الاسنان في شهر رمضان. كل هذا رح يكون بحوارنا مع طبيبه الاسنان تماضر العبيد. وعلى هذا الاساس السؤال التفاعلي لحلقة اليوم هو على الشكل التالي: هل تعاني من رائحة كريهة في الفم أثناء الصيام؟ طبعا نحن بانتظار مشاركاتكم وتعليقاتكم، لأنه فيكم أكيد تتواصلوا معنا على الأرقام أو حتى تبدو آراءكم على صفحتنا البث المباشر في الفيسبوك واليوتيوب، والاتصال مباشرة معنا خلال الحلقة على الأرقام 0350-034-16 أو 17. أما هلأ فرح نروح لفاصل قصير ومنرجع بعده لنبدأ حلقتنا، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم متابعينا عن جديد بحلقة اليوم 16 من رمضان، الله يجعل صيامكم مقبول بإذن الله تعالى. اليوم بحلقتنا مثل ما خبرناكم بالمقدمة رح نحكي عن موضوع بالفعل مهم للغاية، وهو كيفية العناية بصحة الأسنان وأيضا رائحة الفم التي لربما تظهر عند أغلب الصائمين. بصرنا أنه نستضيف الدكتورة طبيبة الأسنان الدكتورة تماضر العبيد، وهي طبيبة أسنان وحاصلة على الماجستير بطب أسنان الأطفال. يسعد صباحك دكتورة تماضر وكل عام وانت بألف خير. يسعد صباحكم وألف خير يا رب، رمضان مبارك على جميع آمين يا رب جميعا بإذن الله تعالى. دكتورة تماضر، السؤال العام لربما يلي بالفعل كتار هلأ من الأشخاص حابين يعرفوا، شو هو السبب وراء حدوث رائحة الفم التي غالبا ما تكون كريهة والتي تسمى بخلوف الصائم؟ تمام. الحالة المواصفة اللي معها هي تسمى البخل الفموي، هي حالة موجودة دائما. نعم تفضلي. الصوت موجود؟ الصوت موجود واضح، بس شوي في صدى للصوت. نعم تابعي تفضلي. البخل الفموي تقصد بحضرتك؟ البخل الفموي حالة موجودة دائما شائعة عن كل الناس، بس بتزيد بحال الصيام. هي إذا بدنا نوصفها رائحة الفم الكريهة أو رائحة النفس الغير محبب، هي عبارة عن رائحة غير مستحبة خلال التنفس. نعم. نحن بشكل عام بيكون عند بعض الناس هاي الحالة موجودة، بتزداد بالصيام، لأني مبدأ الحالة مبدأ الإصابة بالحالة هو الصيام، امتناع عن تناول السوائل، امتناع عن تناول الأطعمة، وبالتالي بقاء بعض الأطعمة بالفم بالإضافة للبكتيريا الموجودة فمويا بشكل طبيعي، بيصير في بيناتهم تفاعلات تخمرات تنتج مواد عبارة عن أحماض، ثم هاي الأحماض ترجع تتحول لغازات وبيصير في بخل فموي أو رائحة غير محببة. يعني هي حالة موجودة عامة وبتزداد بحال الصيام لأن يزداد العام المسبب للألم. نعم، إذا توضيح شامل صحيح دكتورة بالفعل لسبب حدوث هي الحالة التي مثل ما ذكرتي هي حالة يعني أصلا بتصير عند بشكل اعتيادي ولكن تزداد في فترة الصيام. طيب قبل ما نحن نحكي عن طرق التخلص منها، حابين نضوي على جانب مهم صراحة وهو موضوع تأثير الأطعمة ولربما المشروبات على حدوث أو ظهور هي الرائحة بشكل أكبر عن غيرها من الأطعمة أو حتى عن غيرها من المشروبات. هل أنت مع هي النظرية أنه بالفعل في عدد من الأطعمة ممكن يحفز ظهور هي الرائحة أكثر؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، طبعا المعتمد على أنه هي تخمر هي الأطعمة، فبالتالي بعض الأطعمة حسب التركيبة كل ما كانت فيها مرتفعة نسبة البروتينات مضمونية إجباري رح يكون في نتاج أكبر لهذه الغاز اللي مسبب بهذه الرائحة. فبالتالي بعض الأطعمة أكيد بتعطي بخل فموي أكثر من أطعمة تانية. المبدأ الأساسي هو إنه الحقيقة بقاء الأطعمة أيا كان نوعها بالفم بدون تنظيف، بيجي الصيام بنمتنع عن تناول اي اطعمه تنظف غليزيا حتى يصير في جفاف بالفم،
ما بصير فيه لعاب لأنه بيجف الفم خلال الصيام، لذلك تظهر هذه الغازات. لذلك نعم بعض الأطعمة حسب تركيبها بتطلق غازات أكثر، مثل البصل، مثل الثوم، مثل البيض. أكيد طبعا بيكون في يعني وضوح أكثر للحالة. في دكتورة عدد من الأطعمة لربما بيساعد على تخفيف هاي الرائحة، يعني ممكن احنا فينا نتناولها أو نحافظ على يعني الإكثار منها قبل ما تبلش فترة الصيام. إذا نحن شرحنا العامل المسبب، دائما القضاء على أي مشكلة يعنيه هو القضاء على العامل المسبب. تماما. بالتالي معناتها هذا أساس الشيء، إنه نحافظ على نظافة الفم، يعني يصير تفريش للأسنان، تنظيف للأسنان قبل الإمساك، قبل عند السحور، استخدام فرشاة الأسنان، استخدام فرشاة اللسان، استخدام المضمضة اللي نحن بالعادة نستخدمها، سواء كانت مضمضة طبية أو حتى في المنزل، الماء والملح، الماء والليمون، بحيث إنه نخلي الفم نظيف تماما قبل ما نوقف الطعام. في أطعمة ثانية يعني ممكن إذا نقول بعيدة عن طب الأسنان، هذا الشيء اللي هو إنه الأعشاب، أو ممكن مثلا مضغ البقدونس آخر طعام يكون، لأنه ممكن يخفف من بخل الفموي. مضغ النعناع مثل ما قلت، شرب الماء والليمون كخليط مع بعضه كمان بخفف، لأنه هو بصراحة بيعطيك بيئة فموية نظيفة. ما بقى في عندك سبب. نحن فمويا في عندنا بكتيريا طبيعية متعايشة بالفم، تجي هذه الأطعمة اللي ما بننظفها اللي هي تركيبة بروتينات، لما بتجي هاي البكتيريا وبتحلل هاي البروتينات رح تطلع رائحة فمبريئة. فنحن عندنا طريقتين للتخلص من هاي الحالة. بالتالي أولا ما نسمح للأطعمة بالبقاء، وثانيا ما نسمح للبكتيريا كمان بالتخمرات. إذا بالتالي الحالة بس عبارة عن تنظيف أكثر من إنه نعتمد على أطعمة. في شيء شائع بأنه والله نحن نستخدم الهال مثلا قبل الإمساك، بأنه قطعة هال ممكن تنظف الفم، ممكن تعطي ريحة طيبة، لأن الأساس بصراحة هو تفريش الأسنان قبل الإمساك وخلال النهار، يعني الاعتماد على أنه النظافة أو الاعتماد على الغرغرات والأصولات الفموية، سواء كانت طبية أو لا. أنواع كثيرة من الوصفة أحيانا للمرضى، وسواء كانت في المنزل، يعني ما بنستهين حتى بالماء والملح مثل ما قلت لك، ماء وخل التفاح، ماء وليمون، المضامض، هي المضمضة. قبل ما يصوم الإنسان إذا استخدمها كثير بتخفف من الحالة. هاي يعني اعتمادا انه على سبب فقط الصيام، لاني البخل الفموي او الرائحه الفمويه لها اسباب كثيره. نعم. قد لا تكون فقط الفم وتخمرات، مثلا اذا كان عندنا مشكله بالاسنان، في عندك مثلا اي مشكله سنيه تسبب فجوه يتجمع فيها البقايا الفموية رح تزيد مشكله البخل الفموي. ايوه جميل تمام. انت اجباري بدك تشوفي كل الاسباب. الاساس بصراحه هو اللسان. في شيء ما كثير بننتشر اللي هو المحافظه على نظافه اللسان، وليس فقط الاسنان. اللسان هو البيئه الامثل لنمو البكتيريا والتخمرات اللي بتعطينا رائحه الفم، خاصه القسم الخلفي من اللسان، لانه هو خلال الحركه والكلام واقل قسم بيتحرك، خلال التنظيف الغليظي واللعاب اقل قسم بيوصل اللعاب، خلال تنظيفنا للفرشاه كمان اقل قسم بيوصل. لذلك في شيء كثير ما كثير منتشر هو فراش اللسان. مثل ما في فرشاه للسان، في فرشاه ايضا للسان خاصه. جميل. بتكون غير طبعا غير فرشاية الأسنان ما لها أشعار، لأني في بعض الناس أخذت هذه المعلومة تبع تنظيف اللسان واستخدمت الفرشات، هون حصلنا على أذية للسان وتخريش للسان. لا، في عنا كمان فرشاة خاصة للسان تكون بشكل مخصص لنستخدمها لتفريش اللسان، خاصة من قسم الخلفي منه، كثير بتخفف من رائحة الفم وكثير بتعطي بيئة فموية نظيفة تماما وبتمنع. طيب دكتوره، بس سؤال انا اللي عم بيستحضرني هلا حاليا، انه نحن هي فرشات اللسان امتى لازم نستخدمها؟ كمان بشكل اعتيادي مثلا مرتين او ثلاثه باليوم، او مره واحده فقط تكفي؟ اثنان مره واحده قبل النوم كافي، لان هي اكثر شيء التخمرات بتصير خلال النوم.
لأن نحن خلص في عند خمول بالفم بالعضلات، ما عدنا في إيدنا، ما عم نحكي، ما عم نبلع، ما عم يصير إفراز دعاب كثير، فبصير جفاف في الفم، ركود في المنطقة، بتشتغل بقى البكتيريا الموجودة بالفم مع البقايا الطعامية اللي ما نظفناها وبتعطي هي التخمرات والعضلات ايوه الضعيفة. تماما. هلا في ماركات بتعمل الفرشاة، هي فرشاة أسنان من طرف ومن الطرف الآخر فرشاة لسان. ما بدي أفتي أحيانا يعني ممكن انت مثلا تفضليها ولا لا، بتفضلي النوع فقط تماما، المستقل في مستخدما؟ بعض، لا في بعض الماركات جيدة تماما تعطينا، في جيد. ماركات تماما. فهالطرف نحن استخدمناه لتفريش الأسنان، وهالطرف نستخدمه لتفريش اللسان وكل سطح اللسان بشكل لطيف بدون تخريش. كثير بنحصل على تنظيف، على يعني بنتخلص من هاي المشكلة بنسبة كبيرة. جميل. قلت كمان انه ينتبه المريض انه ما يكون في اسباب اخرى مثل مشاكل سنيه، مثل انه اذا في عندنا سن منقور ومتهدم، جوري هذا لحاله بيساعد على تجمع البقايا الطعاميه والويحه والتخمرات وبيعطي رائحتها كريهه. اذا في مشكله نعم. سنيه، في سر معين قديم ما عبي صار له زمان ما صار في كنترول عليه وبده تغيير، كمان نغيره، يعني نحافظ على بيئة فموية نظيفة. هو اكيد أوكي، نعم دكتوره رح يكون في للنشيط عنا اكثر الأخير. يعني تخصيص وقت اكثر للعنايه بالفعل بنظافه الاسنان وبشكل صحي، كيف فينا يكون الاسنان نظيفه وبصحه جيده، وخاصه بشهر رمضان، لانه في اشخاص بصير معهم مضاعفات لالام في الاسنان، لربما مشاكل في النخر. رح نحكي بعد الفاصل هذا الموضوع، لكن بدي حابه اختم بموضوع الجفاف الفم او رائحه الفم الكريهه. هل هدول الشغلات اللي ذكرتيناهم هن الهيل والنعنع ممكن يساعدوا على كمان جفاف الفم حتى لو تناولناهم، بحيث انه نحن نزيل الرائحة، نزيل رائحة الفم، لكن نفس الوقت عم يصير في عنا جفاف؟ الجفاف بصراحة بتعوض بالسوائل، يعني رفع كمية الماء والسوائل في الجسم هو حاليا عالميا من أفضل العلاجات لكل أنواع المشاكل بصراحة. يعني دائما ناخذ أكبر كميات من الماء، أكبر كميات من السوائل خلال فترة الإفطار، هيك نحن بنحرض الغدد اللعابية على إفراز دائم للعاب، بحيث يكون بنسبة الجسم مستوى الماء كافي. مضغ العلك كثير بيساعد. نعم. الهال هو الهال والنعناع، هي فيها غازات تطلق بتخفف بتخرب التفاعلات جميل لفترة الكلام، زمنية معينة بتخفف الرائحة. رائع كثير دكتورة بس تماضل. الأساس، نعم الأساس مثلا نحن متابعين أمس أكيد وش دكتورة، لكن بيطلب من الماء. رح نكمل مع حضرتك دكتورة، لكن رح نطلع على فاصل إعلاني قصير وبنرجع مباشرة لنكمل بموضوعنا. متابعينا خليكم معنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراكل. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم.
هل ترغب بإدخال سياراتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيطال الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. عودة مجددا متابعينا ببرنامج معكم في رمضان، وحلقتنا اليوم مهمة جدا للعناية بصحة ونظافة الأسنان وسلامتهم، وأيضا التخلص من الروائح التي قد تظهر وتحدث في الفم أثناء الصيام. بدي أرجع أرحب بالدكتورة تماضر العبيد، طبيبة أسنان وماجستير، حاصلة على الماجستير في طب الأسنان الأطفال. يسعد أوقاتك دكتورة تماضر. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكي دكتورة. قبل ما نسكر محور رائحة الفم أو حتى التخمرات التي تحدث، بعض الأشخاص عم يكتبوا لنا ويسألوا أنه هي الرائحة بتستمر خلال بعد الصيام. حضرتك ذكرتي هذا الموضوع، لكن ممكن تنصحي نصيحة خاصة لحتى يقدر يطبقها بشكل مباشر، غير أنه الاستخدام المستمر وشرب المياه وربما النصائح اللي ذكرتيها في القسم الأول؟ قلنا 90% من السبب هو هذا السبب، لكن في أسباب أخرى الحقيقة ممكن يرجع لمشاكل معدية. هلأ الحالة يعني غير مألوفة وغير شائعة، لكن المرضى اللي عندهم تجشؤات أو ارتداد معدية، هدول المرضى دائما بيعانوا من البخر الفموي كحالة مرضية مزمنة. أيوة. بتدخل تدخل ضمن علاج الحاله الحاله الصحيه والمرض اللي عم يعاني، بالاضافه لانه بنعطي بعض المضامض الخاصه اللي مختلفه عن حالات الخفيفه اللي هي بتكون مسببه بنقص العنايه. تماما. في ناس هلا البخر الفموي هي مشكله موجوده كثير، يمكن تعتبر السبب الثالث بعد النخر ومشاكل اللثه اللي بيراجعنا طبيب المريض للعياده من اجله. أيوة. فنحن بنشوف، احنا قلنا اول شيء ننفي سبب عدم العنايه بالصحه الفمويه والنظافه، ننفي سبب انه في عندنا مشكله سمنيه، جسر ما، تعويض ما، تركيب ما غير ملائم عم يساعد على هي الريحه. ننفي كمان انه التغذيه السليمه للمريض. قلنا بعض انواع نقص الفيتامينات، الجفاف اللي بيحصل في ناس كثير نشوفها، الماء يعني ما بتتاخذ الكميه الكافيه من الماء يوميا، فدائما في عندك جفاف. في بعض الامراض العامه اللي بتترافق مع جفاف الفم نتيجه اصابه الغدد اللعابيه، فما عندنا لعاب، هذول المرضى للاسف رح يبقى عندهم بخر فموي. ايوه رح يبقى عندهم هي
تماما. هن هون بتدخل بقى بسياق المعالجه للسبب المرضي سواء كان وثم يعني البخر الفموي مساعدات بنعطيه مثل الغرغره المضامد. المضامد الفمويه والغرغره هي يعني كثير من اهم وسائل التخلص من هي المشكله. دكتورة بس مشان يعني يكون حسب ما كنت سمعت مظبوط، هي البخر يلي عم تقولي هي التوصيف مشكله رائحه الفم؟ رائحه الفم الكريهه، رائحه الفم الكريهه، البخر الفموي. أيوة. طبيا الهالتوزيس هي مشكله، صح مشكله موجوده نحن عندنا كبل اسنان، هي مشكله موجوده. ف بتكون اسبابها متعدده. نحن بالتدريج اول شيء بنعطي برنامج للعنايه بصحه الفم، برنامج لتنظيف الهيئه الفمويه، بنشوف الاسنان بشكل عام، بنوصف للمريض غسولات فمويه، ومن ثم اذا استمرت المشكله بنشوف اذا في اسباب اخرى. كثير في امراض عامه بتترافق مع البخر الفموي، بعض السكري. في شغله بدي انوه عليها، التوتر والقلق من اهم كمان من اسباب مهمه جدا لحدوث البخر الفموي. يمكن بيلاحظها المريض لما بيكون انسان في عنده انفعال، الحقيقه بحس بانه بلش طعمه الفم، رائحه رائحه الفم بتبلش كريهه. طبعا هي راجعه على عمليات ايضيه واستقلابيه بالجسم. نحن بنعرف لما بيصير في انفعال توتر بيرتفع مستوى الادرينالين في الجسم، بتبلش بعض الاضطرابات المختلفه بالجسم، فبتترافق مع رائحه الفم. ايوه تمام. نحن بننهي كل الاسباب، بننفيها شوي شوي بالتدريج، بالسبب الرئيسي ثم الاقل سببا ثم، وبنشوف اذا كان البخر الفموي هو احد اعراض الامراض العامه مثل السكري، مثل بعض السرطانات، مثل بعض الفشل الكلوي، الفشل الكبدي. اذا يعني حتى نحن مثل ما قلتي يعني بمرحله التدريج فعلا كثير مهمه. يعني نحن اول شيء عنايه الفم نتاكد انه ما في عندنا اي مشاكل نخر، تسوس، مشاكل بالاسنان او حتى الاضراس. بعدين رجعتي عم تقولي ممكن يكون في عندنا مشاكل هضميه، امراض مزمنه لربما مثل السكري والضغط وما الى ذلك. يعني الموضوع بتحسيه متشابك؟ طبعا متشابك. لذلك هلا كمان ما ننسى امراض اللثه، امراض النسوج حول السن. نحن ما فقط عندنا بالفم السن لوحده وحده، لا هو وحده متكامله حوله اللثه، حوله البنى المجاوره له. هي كمان البنى اصابته بالالتهابات اللي بتسموها عاميا التهابات اللثه، نحن بنسميها التهابات النسوج الداعمه للسن حول السن، كمان من اهم الاسباب اللي بتعطي رائحه فم كريهه. تجمع الجير حول الاسنان وتشكل الجيوب اللثويه الناجمه عن هذا الكلس والجير بتسبب فجوه. هي بيقولوا لها بالتكلسات اللي نحن بنسميها التكلسات حول السن، هي لازم نحن كمان بشكل دولي انا بسمع انه لازم كل كم شهر، يعني كل 5 شهور ربما لازم يعمل عمليه. كل 6 شهور اكاديميا، كل 6 شهور لازم ان احنا نعمل فحص دوري عن طبيب الاسنان. أيوة هو طبيبنا تمام. بيوجهنا ايش المشكله اللي ظهرت، ايش اللي في عنا، نحن نضل على عنايه ونوقي نفسنا من تطور اي مشكله عنا. نعم. ختاما بهي الفقره دكتوره تماضر، المراره بالفم، يعني ممكن اشخاص ما يكون في عندهم مشكله الرائحه، ما في رائحة بس في عندهم مرارة. تمام. هي المرارة كمان يا ترى موصولة بنفس الأمراض نفس المشاكل ولا لها مثلا ممكن سبب خاص؟ لا الحقيقة شيء مختلف. شيء مختلف. أحيانا معظم الحالات اللي عندهم بخر فموي عندهم بيكون في طعم، ولكن أيوة. العكس غير صحيح. هذا بحث ثاني، هذا بيتعلق بالصحة العامة الحقيقة. نحن إذا بدنا نحكي سنيا أو ما يتعلق بالفم، هو النظافة، جفاف الفم نبتعد عنه برفع مستوى السوائل بجسمنا، اخذ كميات كافيه من الماء، والمضامد مضامدنا، والاطعمه اخر طعام ممكن نتناوله يكون قاسي. أيوة. في فكره كثير مهمه. شو المقصود بالقاسي؟ دائما صحة الاسنان واللثة والفم بشكل عام، كل ما كانت اطعمتنا قاسية وطبيعية بتكون صحة الفم واللثة اكثر. يعني اخر شيء ممكن نتناوله قبل تفريش الاسنان يكون تفاح، جزر، خيار، شيء بيحرض على المضغ، بيحرض على يعني ما يكون لصاق، ما تكون اطعمة قوامها لصاق تلتصق على الاسطح مثل الموز. هي هي ربما مثل الموز. اي تماما، كل ما كان القوام لصاق اكثر
رح الغشاء الفموي والاسنان وسطحهم كلهم سطح الفم كله رح هي الماده رح قد ما نظفنا رح تكون موجوده بشكل مانعة تقريبا جزء من الفم ورح يصير التخرب. لذلك نحن وخاصه يعني حتى الاطفال نقول لهم للاهل احيانا بيكون مثلا فرش الطفل اخر شيء يتناوله جزره، لاني القساوه بالجزره هي لوحدها بتعمل تنظيف غريزي رائع هذا الفرز عن جد بشكرك عليه دكتوره لانه معلومه ذهبيه تعتبر هي. طبعا التفاح مثلا ليش بيقول لك مضغ التفاحه بدون تقطيع وتقشير افضل للثه وصحه الاسنان وصحه من انك تقطعيها او تاكليها بشكل بشكل طيب دكتوره هي العمليه الميكانيكيه هي رح نتابع معك اكيد، لكن رح نستقبل اتصال احد المتصلين هلا بركي يكون عنده سؤال لك دكتوره. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. الصراحه عندي سؤال للدكتور بس بعيد عن رائحه التم. تفضل. شو سبب ذوبان اللثه اسفل الاسنان؟ ذوبان اللثه؟ ايوه ذوبان اللثه اسفل الاسنان. تمام. وبدي انوه على فائده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عنها انه عن السواك مضاده للرب ومطهره للفم. تمام. جايين. لو الدكتوره بس هيك بتحكي لنا كم فائده عن السواك للفم. تكرم عينك، هذا اكيد نحن من ضمن محاور حلقتنا موضوع السواك، بس ذكرني باسمك او اعطيني اسمك. عبد العزيز. عيده معلي. عبد العزيز. عبد العزيز، اهلا وسهلا فيك يا عبد العزيز. ان شاء الله الدكتوره، ما بعرف دكتوره اذا سمعتي سؤال عبد العزيز كان عم يقول عن مشكله ذوبان اللثه، هو قال ما بده يعني ما عنده شيء مشاكل تتعلق برائحه الفم، لكن موضوع ذوبان اللثه ما بعرف اذا فينا نغطي هذا نصيحتك لهذا الموضوع ورايك فيه. طبعا هي المشكله المشخصه علميا اسمها الانحسار اللثوي اللي هو تراجع مستوى اللثه عن الوضع الطبيعي. نعم. اللثه كيف نحن بتغطي الاسنان بمستوى طبيعي موجود، احيانا بيصير سبب ما معين بتتراجع اللثه لمستوى منخفض فبينكشف تاج السن اكثر وبيسمى الانحسار اللثوي. الانحسار اللثوي الحقيقه مشكله كمان مسببه بعدة أسباب. خلينا نقول السبب الأساسي هو التهاب النسج حول السن المزمن اللي هو كمان سببه الأساسي بواجهة الجرثومية. نحن بطب الأسنان عدونا الأساسي هو الجراثيم، بواجهة الجرثومية اللي بتتوضع على الأسنان. هي السبب الأساسي لأمراض الأسنان اللي هي النخر، لأمراض اللثة اللي هي الالتهابات. للتكلسات، لأني بنية التكلسات الأساسية هي جراثيم وبعدها بتترسب وبتتكلس. فنحن عدونا الأساسي هو اللويحة. طالما عنا اللويحة ما عنا تفريش ما عنا عناية رح نلاقي هاي المشاكل. نعم. اللي هي من ضمنها الانحسار اللثوي. طيب الحل للمشكلة هاي؟ الحل هاي المشكلة مشكلة العناية أول شيء التفريش المستمر، الزيارة الدورية لطبيب الأسنان لحتى ما نترك مجال للتكلسات أبدا تتشكل. التكلسات هي عبارة عن أجسام صلبة تتوضع بين السن واللثة، كل ما تشكلت اللثة ما فينا تضل على مغطيتها رح تتراجع للأسفل. تتكلس التكلسات تتراجع اللثة للأسفل، فنحن هيك بالحالة عم نخسر أكثر. في فكرة شائعة بحب أنوه للمرضى، بالعكس تماما عندهم الفكره مغلوطه، بيخافوا من تنظيف الاسنان وتنظيف التكلسات، بيخافوا أيوة. من ازالتها. بيقولوا انه نحن بالعكس نحن لقينا فراغات بين الاسنان، نحن لسه بلشت تتراجع. لا تماما، هي لسه تراجعت والفراغات انوجدت ولكن مغطاه بالكلس، لما شلنا الكلس بينت الفراغات. كل ما نظفنا الكلس هاد رح تزيد هي الفراغات ورح تزيد الانحسار ورح يزيد المشكله، رح تزيد المشكله. اذا تنظيف الاسنان تنظيف الكلس من اهم وسائل العنايه باللثه بصحه اللثه. جميل جميل. ممكن يكون الانحسار اللثوي مشان ايوه مهم اني اذكر للأب انه ممكن يكون الانحسار اللثوي وراثي.
مشكلة وراثية وليست التهابية، ما لها علاقة الجراثيم فيها الحقيقة، مشكلة وراثية موصفة بهالشكل إنه نعم في صفات وراثية بتنتقل من الآباء للأبناء، لسه بتتراجع هي اللي عم تساوي هذا الشيء. طيب دكتورة طماطر، نحن أكيد العلاج متابعين جراحي عند الطبيب. نعم متابعين مع حضرتك أكيد بمزيد من التفاصيل بالفعل مهمة، لكن متابعينا رح نطلع لفاصل دقة الساعة وبنرجع بعده لنكمل بموضوعنا، خليكم معنا. الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من 3 عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشاك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59.
ورجعنا لكم عن جديد متابعينا ببرنامج معكم في رمضان، موضوعنا عن كيفية العناية بنظافة وصحة الأسنان. وبدي أرجع رحب بالدكتورة تماضر العبيد طبيبة أسنان، يسعد لي أوقاتك. أهلا وسهلا فيكي دكتورة تماضر. حكينا بشكل مفصل عن كيفية الحفاظ على أفواهنا بشكل بعيد عن أي من الروائح بالقسم الأول من الحلقة. حابين هلأ نركز بالقسم الثاني عن موضوع العناية بشكل مفصل، العناية بصحة ونظافة الأسنان. نبلش بداية بطرق تفريش الأسنان الصحيحة لحتى نضمن مثل ما قلتي، لأنه أصلا هو المسبب الأول لرائحة الفم هو نظافة الأسنان وصحتهم. الطريقة السليمة والصحيحة لتفريش الأسنان، عدد التفريش اللي لازم يكون خلال الصيام، أثناء الصيام، بالسحور، وهدول الأمور كلها وكل هالتفاصيل نعرفها من حضرتك. تمام. قلنا عدونا الأساسي لوائحة، ما في شيء بس تخلصنا من هاللوائحة ما رح نلاقي مشاكل. فنحن بشكل عام تفريش الأسنان مهم، سواء في صيام أو ما في صيام، سواء في بخر فموي أو لا. منركز بتفريش الأسنان على الفرشاة المستخدمة، على طريقة التفريش، عدد مرات التفريش، وفاعلية التفريش. حلو. يعني ما مهم بس نفرشي، بيكون في فعالية، يعني نحصل هي الفعالية. إذا بدنا نحكي بنوع الفرشاة، فعلا الفرشاة الحقيقية هي العاملة واحدة يعني نوزعهم ونفصل فيهم. هي 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 أداتنا الأساسية، هي سلاحنا الأساسي. فتختار الفراشي بصراحة من ماركات جيدة، في ماركات ممكن نذكرها، في ماركات عالمية مثل أورال بي مثلا، هي لا خلاف عليها بأنه هي بتعمل مصانعة جيدة لمنتجاتها. الفرشاة بتجي مختلفة عن بعضها بأمر مهم اللي هو نعومة الأشعار، أشعار الفرشاة. صحيح. تجي فرشاة هارد يعني قاسية، متوسطة، وناعمة سوفت. نحن هدفنا هو الفرشاة سوفت. أيوة. الفرشاة ناعمة 90% تماما. نختار انه كثير في الناس بتفوت على مكان اللي بدها تتسوق منه فما بتركز ايش هي الفرشاة، نوع مكتوب سوفت، مكتوب هارد، مكتوب مثلا متوسط. نركز بانه نحن هدفنا هو الفرشاة الناعمة اللي ما بتعمل تخريش للسه، اللي بتعطينا تنظيف كافي لسطح الاسنان. جميل. اخترنا فرشاة جيدة من ماركة جيدة مناسبة بطول كافي. طبعا الرأس العامل للفرشاة ده يكون كافي، بيختلف، مثلا الرجال بيختاروا رأس عامل أكبر شوي، النساء أصغر شوي، الأطفال لهم الأطفال قياسات أصغر بتصير. صحيح. قياسات، القياس كمان بيفرق، لأني عندك قطاعات بالفم كل واحد رح تنطفي بطريقة. هلا رح نحكي عن الطريقة، خلينا نحكي بالفرشاة. مهم كتير كمان تبديل الفرشاة، حصول دائما على فرشاة جديدة. الوقت الكافي لتفريش لاستخدام الفرشاة هو 3 شهور. 3 شهور استخدمت صلاحية كل فرشاة، تنخفض فعاليتها. نعم. تنخفض فعاليتها تماما. فيفضل استبدالها كل 3 شهور إذا كان التفريش منتظم فيها. جميل. خلصنا من الفرشاة. حيا بيسألونا دائما إنه نوع المعجون أهم نوع، أفضل نوع معجون. دائما الفرشاة هي 90% من المهمة بتتولاها، والباقي وأقل كمان المعجون. المعجون هو مزلق للفرشاة مو أكثر. يعني أنا كمان معلومة كمان جديدة بكتسبها اليوم من حضرتك، هي أنه الشيء الأساسي هو الفرشاة ليس المعجون. لأنه نحن بيفتنا وقت منفوت على أي ماركت بيفتنا أنواع، أو حتى الصيدلية أنواع المعاجين من الأسنان يلي بنعنع بالروائح المتعددة. إذا هي لا، يعني ما حتكون رقم أساسي بأنه نحصل على نظافة أسنان. لا. طريقة لا. التنظيف هي الأساس بالفرشاة. يعني نسبة كتير كبيرة الفرق. يعني شو من عندك معجون بدون فرشاة فعاليته جيدة ميكانيكيا فاشل. ما حصلنا غايتنا، نحن ما حصلنا غايتنا. هلأ ما بيمنع أنه نختار كمان ماركات جيدة من الجا، ولكن نحن هدفنا تزليق الفرشاة لطريقة ميكانيكية غير راضة للأسنان مو أكثر. ما كتير بنعتمد، بدخله حلو يكون في رائحة النعناع، حلو يكون في فلور، في كمان في معاجين معاملة للفلور.
بننصح فيها المعاجين المعامله للفلور، لان الفلور عامل اساسي ومهم كثير لتقويه الاسنان ضد النخر، لمناعه الاسنان ضد النخر. حلو كثير هاي الملاحظه، لنظافه الفم. جميل. اذا كان في معاجين حاوي على الفلور تفضل عن الغير الحاوي على الفلور. هلا يعني كثير صعب يمكن انه نحكي كيف يعني نوضح انه ندقق على المواد الموجوده في في المعجون، ولكن تفضل المواد الاقرب للطبيعي، انه ما يكون فيها مواد ساحله. ما فيها كثير مواد بتقول لك هذا ببيض الاسنان، هذا هي غالبيه الحياه التجاريه. تجاري نعم نعم يعني نعم تجاري. نحن نعتمد على الفرشاه. اها تمام. في طرق وسائل عنايه اخرى ما ننساها نذكرها، الخيوط غير السنيه كثير كمان اذا استخدمت بشكل سليم وبطريقه صحيحه كمان كثير بتساعد على تنظيف بين الاسنان. الغسولات الفمويه او الغرغرات الفمويه المضامد. كمان اذا مضامد فمويه اذا وصفت من قبل طبيب لحاله مناسبه كمان كثير منيحه، كلوركسيدين، كلوكونات، كلوركسيدين زنك، هدول مواد طبيه جيده الى اليه معينه للحفاظ على نظافة الأسنان. جميل جميل. بتصبت النخر وبتصبت المشاكل اللثوية، توصف هي من قبل طبيب يفضل. في منها تجاري منتشر، هي اللي فيها منتول فيها نعناع، هي ما في مانع منها. غسول عبارة يعني غسول انه عم يقلل نسبة الجراثيم. أيوة تماما. يضل انه محرك الفم فيه سوائل بيضل حتى يخفف من موضوع التخمرك. طيب بس انا حابه اركز دكتوره، هلا نحن هلا باليومنا الرمضاني امكانيه استخدامنا اصلا للفرشات اثناء صيامنا، ما بعرف اذا حضرتك عندك معلومات، لكن بشكل عام بيومنا الرمضاني كم مره ممكن ننظف اسناننا؟ طبيعيا يومنا الرمضاني اولى هو الاقل مرتين تفريش اسنان الحقيقه. نعم. اهم مره هي قبل النوم. نعم. ننام ونحن محافظ بيئه فمويه نظيفه. والمرة الأخرى نحن نختارها، غالباً تختار كمان عند الأستيقاظ لأن يكون الشخص منطلق لعمله، فهي المرتين إذا تمت الفعالية بشكل جيد كافي. جميل جميل. نركز على التوقيت. على التوقيت. تمام. 60 ثانية 60 ثانية للتفريش. 60 ثانية للتفريش يعني دقيقة. هي المدة دقيقة يعني دقيقة. المدة الكافية وسطياً للتنظيف. نعم دكتور. الميكانيكية، الآلية الميكانيكية. تمام. نحن رح نتابع أكيد بالآلية، نشرح إن شاء الله بعد الفاصل دكتورة تماضر. متابعينا رح نطلع لفاصل أخير وبنرجع بعده لنحكي عن الميكانيكية وعن فوائد السواك، خليكم معنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل
خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار، دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. أهلا وسهلا فيكم متابعينا، رجعنا لكم من جديد بفقرتنا الأخيرة من برنامج معكم في رمضان. بصراحة دكتورة تماضر، مرق الوقت بسرعة، عندي كثير من الأسئلة حابة أخذ رأيك فيهم، لكن خلينا قبل نتابع بموضوعنا اللي كنا عم نحكي فيه قبل الفاصل، وهو الآلية المبسطة خلينا نقول لتنظيف الأسنان بشكل يعني بسيط لحتى يومنا الرمضاني وأيامنا العادية تكون نظيفة ومليئة بالصحة إن شاء الله. ميكانيكيا المسكة الصحيحة للفرشة، في عنا ثلاث قطاعات للفم خلينا نقول، خلفيين من هالطرفين والقطاع الأمامي اللي فيه الأسنان الأمامية. نعم. نعتبر كل سن عبارة عن غرفة فيها أربع أسطح، سطح من الأمام مقابل للخد أو للشفة، سطح من الخلف مقابل للحنك أو لللسان من الأسفل، والأسطح الجانبية. نحن هدفنا نوصل لكل هاي الأسطح للأربعة. تماماً. لازم. بحيث للأربعة. طيب. تمام. خلينا نبلش مثلاً بالقطاع الخلفي. نعم. هو عبارة عن حركة نصف دائرية للأسفل. يعني أنا بشبه لهم المرضى أحياناً بشكل عام مثل كنس للسن. بهالطريقة. إنه هو يعني إنه هو نصف دائرة مع كنس للسن وسطح السن للأسفل. أيوة. نصف دائرة مع كنس للسن للأسفل. فنحن لما عنا يبوشق أو يعني فرشاة ناعمة رح تعمل تدليك للسة، تدليك للسة وتنظيف للسة، تدليك للسة وتنظيف للسة. هيك نحن عم نحسن التروية الدموية باللسة، وهذا شيء مهم. وبنفس الوقت عم ننظف الأسنان، فهي جميل. عبارة عن نصف دائرة لكل ننتقل للأمام نفس الشيء نصف دائرة، ننتقل للمنطقة نصف دائرة، الفك السفلي نفس الشيء ولكن كنس للأعلى، للأعلى بأصار يعني نفس الشيء نفس نصف دائرة لكن للأعلى.
ننتقل بعدين للسطوح الخلفية للقواطع الأمامية. هي عبارة عن تفريش بشكل مستقيم. يعني ما فينا نعمل نصف دائرة بشكل مستقيم لهالمنطقة. تفريش للأعلى وللأسفل ونفس الشيء من الفك السفلي كمان للأعلى وللأسفل. أعطيت مثال التكنيس هو سحب. أيوة. للأسفل. تمام. ترسيم للأسفل. تشيلي تسحبي. بتشيلي تسحبي. يعني لو بسطنا الموضوع بشكل أبسط. بتشيلي الفرشاية تعطي صف دورة وبتسحبي للسن لتحت. تمام. ونفس الشيء السفلي. تماماً. أنا عم بسحب الأوساخ والجراثيم للأعلى للسفلي. وعم بسحب جراثيم والأوساخ للأسفل بالعلوي. طيب دكتورة هاي طريقة واضحة صارت نحن مشان نكسب وقت. بس مهم كتير السطوح المجاورة صفيت. فرشاية ناعمة بتدخل بين السطوح المجاورة. أيوة. إذا حلو. بدنا ندعمها بالخيوط بين السنية مندعمها. إذا ما بدنا الفرشاية المنيحة خيوطها في أشعارها منيحة مصنعة بشكل جيد بتدخل بين السطوح وكافية. ممتاز. مع المعجون مع المضمضة بنحصل على نظافة كاملة. طيب هلأ دكتورة خطر عبالي سؤال إنه نحن هلأ أثناء التفريش هذا أو هي طريقة التفريش أحيانا بصير معنا نزف باللثة. هون نحن كيف شو لازم نعمل بعد التفريش؟ لازم نساوي شيء معين لحتى يوقف النزف؟ أحيانا بيستمر لأن النزف هو علامة لمرض. وجود النزف هو علامة لالتهاب. التهاب باللثة. ما بتنزف اللثة إذا كانت اللثة سليمة. قوام اللثة السليمة قاسي لونه زهري غير قابل للنزف. إذا هذا سليم غير ملتهب. ممتاز. اللثة الملتهبة هي اللي بتنزف. فقط اللثة الملتهبة بتنزف إلا إذا طبعا طبقنا رد كتير رح ننزف اللثة. ولكن اللثة السليمة لونها زهري قوامها متجانس ما يرخوة ما بضغط ما عليها ما بتحمر ما بتنزف. لونها زهري. هاي هي اللثة السليمة. لما في عندك احمرار باللثة أو نزف باللثة على التفريش العادي الطبيعي هذا في عندك التهاب نسوي. ساعتها بدها مراجعة الطبيب. يعني ما فينا نحن نستخدم شيء معين. ما فينا. في ناس مثل ما قلت لك على التكلس عكسيا بيشتغلوا انه انا عم تنزف لستي ما بعود بفرشي. أيوة. العكس تماما. نعم. بتخلص من النزف. بدك تحافظ في البداية على النظافة بتنزف مرة مرتين ثلاثة وثم تراجع طبيب اذا كان في قلح او تكلسات بشيلة اذا كان في التهاب يعالج لك يوصف لك اذا كان في حاجة لدواء معين. نعم. بس تعالجت الحالة ما عاد يصير في نزف. زال النزف. نحصل على نزف نظيفة سليمة. طيب دكتورة أحد المتصلين سألنا أنه فائدة استخدام السواك بتنصحي باستخدام السواك هو طبعا سن النبوية. طبعا سن النبوية هو يعني حديث شريف فيه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ما في سن النبوية بتتناقش أبدا. يعني السواك ميكانيكيا تركيبه المواد اللي بداخله أثبت تم علميا بأنه هو مفيد جدا. موازي لطريقه تفريش طريقه تفريشنا موازي بالاضافه لانه هو بالعكس فيه مواد بتتحرر اثبتت علميا بانه هي بتوقف عمليه النخر بتثبطها. جميل. بتوقف التهابات اللثه بتحسن اللثه بتحسن الترويه الدمويه. اكيد طبعا السواك لا خلاف عليه بانه هو شيء كثير مهم له فائده. يعني حديث شك لولا ان اشق على امتي لامرتكم بالسواك مع كل صلاه. طيب يعني دكتوره هي جاي اسالك يعني هو وارد بالحديث النبوي لكن احنا بحياتنا اليوميه احيانا ما بيصح لنا نستخدمه بشكل بعد كل صلاه او هيك مثلا وسطيا قديش فينا نستخدمه باليوم؟ فينا نستخدمه بشكل كامل. السواك غير راض. كيف قد ما بتستخدمي ما رح يصير رض للأسنان. مثل إذا فرشاية ناعمة. نعم. غير راضة. بالعكس تماما لسه السواك أفضل. الشيء الطبيعي دائما للطبيعة لما بنرجع للطبيعة ما فيه أضرار. يمكن هي بس عبارة عن اختلاف أزمنة. يعني على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه سواك ما كانت مخترعة الفرشاة. نعم. هلأ صارت اختلاف بالطرق يعني. ولكن بالضبط. السواك استخدامه كافي. تذكر في الحديث مع كل صلاة فبالتالي نحن فينا نستخدم خمس مرات يوميا. جميل هذا الكلام. يعني دكتورة تماضر أنا بدي أشكرك بصراحة وعلميا أثبت يعني. نعم. المواد اللي تفرز خلال التسوق استخدام السواك. نعم. مواد كيميائية يمكن لحد الآن ما قدروا يوضعوها مثل بشكل الطبيعي بالمعاجين الأسنان. سبحان الله. يعني تفرز مواد أكيد فائدة السواك فائدة كبيرة.
نعم بتثبت بتثبت بتفوت على التفاعل نعم دكتور اللي بتحول البروتين لحمض وغاز بتوقفه تمام وصلت ما شاء الله فكرة وأهمية التسوق والسواك بدي تشكرك دكتورة تماضر صراحة معلومات كثير مهمة واستمتعنا حقيقة بحلقة اليوم دكتورة تماضر العبيد طبيبة أسنان وحاصلة على الماجستير بطب أسنان الأطفال شكرا جزيلا لك على كل هالمعلومات شكرا لكم وأنا كثير كمان كنت يعني تشرفت بمعرفتكم كنت كثير مبسوطة معكم وإن شاء الله نكون هيك فدنا إن شاء الله يا رب ورمضان كريم للجميع علينا وعليك يا رب دكتورة شكرا لك متابعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا منا لقاءنا بكرة رح يتجدد تبوا بألف خير إلى اللقاء Billy.